بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ إن شاء الله طيبين. هذه الفخذة اللي عملتها في مناسبة قريبة، يعني مرة مرة عجبت الضيوف. اللحمة ذايبة وطعمها حلو، أبدا ما فيها زنخة لحم، تجنن طعمها وريحتها حلوة. عملتها مع رز بالفول والشبت والزعفران، رز مميز، واللحمة بصراحة جدا لذيذة. مقاديرها مرة سهلة وبسيطة، عملها برضو سهل. اللحمة أول حاجة نجيبها يمكن كيلوين ونص كذا. هنا باقي المقادير حقولها وقت العمل. شايفين هذه فخذة اللحمة، أنا شلت شوية من الشحمة، ما نحب الشحم. ملعقتين عسل، حطينا بشر وعصير برتقالة خلطناهم. نحط الحين هذا عصير برتقالة مع العسل، ليمون، زيت زيتون، معجون ماسترد، صويا صوص، بهارات كركم، فلفل أسود، وبهارات مخلوطة، وسبع بهارات، وملح طبعا ما ننساهم. نخلطهم كلهم كلهم، شايفين لازم يمتزجون تمام. اللحمة نشرحها بالسكين، نخلي السكينة غزيرة جوا عشان ندخل الخلطة تصير متبلة تمام وطعمها مرة حلو، وتذوب من الزيت والليمون. شايفين شرحنا اللحمة. ناخذ 3/4 الخلطة، ندهن اللحمة تمام من تحت ومن فوق وجوا المحلات اللي شقيناهم بالسكين. الربع نخليه لبعدين. صينية كبيرة نحط فوقها شبك، ونحط فوقها شرايح بصل، نحط اللحمة فوقها. الصينية اللي تحت بعدين نحط فيها موية عشان اللحمة راح تسوي البخار في الفرن، طبعا جوا الفرن، بس هو البخار حيخليها لينة ما تنشف وقت الطبخ. نحط فوقها ورقة شمع أو زبدة، وبعدين فوقها ألمنيوم فويل نغطيها. ندخلها فرن حامي 400 مدة 3 ساعات كاملة. نطلعها، شايفين طلعناها من الفرن مستوية وذايبة. باقي الخلطة ندهنها في اللحمة، ندهنها تمام تتشرب لأنها تكون ناشفة الحين. ندخلها تحت الشواية شوية بس تحمر، ما تطول. نعمل الرز في هالوقت، نعمل الرز. الرز يكون بسمتي مغسول ومنقوع من قبل مع موية وملح، ضروري. شايفين اللحمة كيف ما شاء الله تلمع. الرز هنا نقعناه، بصلة مفرومة، شبت مفروم، فول أخضر يكون فروزن نطلعه مثلج، نغسله بالموية ونشيل القشر، قرفة، ملح، 7 بهارات ولا بهار حلو، شوي زعفران مع ماي ورد منقوع. إذا اللي ما يحب ماي ورد ما يحط، يحط بس موية ساخنة، وحزمة كزبرة خضرة. هذه الأشياء حقت الرز. أول حاجة نغلي موية غزيرة في قدر كبير مع 3 كوب زيت وملعقة أكل مليانة ملح. لما يوصل درجة الغليان التامة نسقط الرز، طبعا نشيله من مية النقع ونسقطه. نخليه 7 دقايق كاملة ما يسوي، يصير حبة الرز مثل حبة اللولو، نقطة 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 نقطة. نحطه في المصفاية ونتخلص من الموية كلها الزايدة. نغسل بموية باردة شوية تحت الحنفية، بعدين نرجعه هو لسه حار ما نخليه يبرد. نحط له الشبت والكزبرة الخضراء ونقلبه ملعقتين بحرص عشان ما تتكسر حبات الرز. هو الحين مع الحرارة راح يسوي مع حرارة الرز. ناخذ منه حوالي 1.5 كوب على جنب، نحطهم مع الزعفران ونحطهم على نار هادئة يتفلفلون. باقي الرز نخليه في هنا في المصفاية. المهم التقليب يكون بحرص بخفة بخفيف خفيف عشان ما يتكسر حبة الرز. نقلي نسخن زيت أو زيت وزبدة، نقلي البصل لما يذبل ما يتغير لونه. نحط الفول الأخضر نقلبه، نحط له طبعا ملح، نحط له شوي 7 بهارات أو
اول سبايس، البهار الحلو شوية وشوية قرفة، هذا الملح، وهذه السبع البهارات، وهذه القرفة، شوي شوي نقلبهم، نغطيه، خليه 5 دقائق على النار مو أكثر، هو بعدين راح يسوي مع البخار. الحين قدر كبير نحط فيه زيت في قاع القدر، يا زيت يا سمنة سايحة، ونحط نص كوب مويه، نحط ثلث الرز، نعمله طبقة كذا نساويه على قد القدر، ثلث الرز، بعدين نص خلطة الفول الأخضر مع البصل، برضو نعمله طبقة فوق الرز، ونحاول برضو نوزعه بالتساوي قدر المستطاع بالتساوي، بعدين نحط ثلث الرز، وبعدين باقي الفول، وبعدين باقي الرز، يعني طبقتين فول و3 طبقات رز. بملعقة مستديرة ولا بالسكين نعمل حفر في الرز، الحفر هذه حيطلع منها البخار، هو اللي حيخلي الرز مفلفل يستوي، الحفر البخار يطلع من تحت إلى فوق. نغطي القدر أول شيء من شفة سميكة، بعدين غطى القدر نخليه نار قوية أول شيء 5 دقايق، بعدين نار صغيرة 25 دقيقة أو نص ساعة. لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، تابعوني دايما. نغرف الرز ونحط فوق الرز الأصفر اللي يكون في قدر لحاله متشرب بالزعفران، واللحمة من فوق، ما في أحلى من هالطبق، اللحمة جدا جدا مميزة، جربوها، ما فيها ريحة لحم وذايبة، والليمون وبشر البرتقال معطيها طعم جدا حلو مع البهارات، ألف عافية. يعني بصراحة شايفين ما ياخذ وقت كثير، بس اللحمة طبعا في الفرن، بس طريقة الإعداد ما تاخذ وقت، ألف عافية إن شاء الله.